ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم احلى اكلات في مطبخ حور ونار. اتمنى يا رب ان انتوا دايما تكونوا بخير، واتمنى يكون فيديوهاتنا المتواضعة بتعجبكم. واحنا ان شاء الله النهاردة هنعمل تورتاية مربعة جميلة جدا، ان شاء الله هتعجبكم جدا، وان شاء الله طريقتها هتبقى سهلة. ومش هتضطر تشتري من بره تاني، هتكون حاجة نضيفة هتعملها لاولادك. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ونبدأ. احنا معانا اللي هي الديسكات اللي احنا بنعملها كل مرة، ديسكات الكيكة خفيفة وجميلة جدا، احنا عملناها مع بعض، والطريقة موجودة على القناة. عملت الديسك البني والديسك الابيض، ومعايا القاعدة بتاعتي اللي انا هقطع عليها. هحط القاعدة بتاعتي كده واقيسها بالظبط كده، واقص الجزء اللي انا هعمله. حابة تعمليها كلها ما فيش اي مشكلة، هتتعمل كلها كده بنفس الحجم ده. عايزة تعمليها بقى تعمليها زي ما انت عايزة تعمليها، تعمليها مستطيلة، تعمليها مربعة، زي ما انت عايزة. هنبدأ دلوقتي نقطعها ونشوف هنعمل ايه. هنبدأ دلوقتي نشيل الطبقة اللي هي اللي على الوش ديت، بتبقى ملهاش لازمة. دلوقتي احنا حددنا وقطعنا الديسك بتاعنا على مقاس القاعدة المربعة، قطعنا الطبقة البني والطبقة البيضة، وقطعنا كمان النص جه، كمان هيبقى فيه طبقة نص أبيض ونص شوكولاتة. تمام. هبدأ دلوقتي نعمل الكريمة. معانا هنا الكريمة، معايا كوباية كريمة، بسم الله الرحمن الرحيم. الكريمة تحت الكريمة المتحدة، طبعا هي نوع نضيف جدا، بسم الله الرحمن الرحيم. ومعايا كوباية مية متلجة أو لبن متلج، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ومعايا هنا بديل الفانيليا، انا بحب احط ريحة الموز دي على كل الحلويات بتاعتي، انا بحب احط الريحة دي، بسم الله، بتدي لها ريحة جميلة جدا، وبالتالي الريحة فيها ما بتروحش. تمام. هبدأ دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم اضربه. معايا السكر البودر ده حسب الرغبة بقى، حل زي ما انت عايز، هيبدأ من 3 معالق لحد نص كوباية. تمام. هنبدأ نضرب الكريمة بقى دلوقتي، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. خلاص ضربنا الكريمة بتاعتنا، شايفين ما شاء الله، شايفين الكون جميل جدا. هبدأ بقى احطه في القرطاس بتاعنا بتاع الكريمة ده، عشان اسهل على نفسي الموضوع شوية، ما اقعدش اعمل بالاسباتيولا وكده. هملى القرطاس واحط بيه على التورتيه بتاعتي عشان يسهل معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدأ اوزع الكريمه بتاعتي على التورتيه بتاعتي كلها، بسم الله. بسم الله. تمام. وابدأ برضو اوزعها بالاسباتيولا بتاعتي. حط كمية حلوة عشان ايه تبقى هبدأ بقى احط الطبقة التانية، بسم الله. والطبقة البني. تمام. البواقي معايا اللي فايضة هحطها في الوسط كده. تمام. مفيش اي مشكلة خالص، طالما معايا الديسك اللي تحت سليم واللي فوق سليم، اللي في الوسط ده هحط فيه بقية الحشوات اللي هي مقطعة من الوسط ومن الاحمر كده. تمام. حطيت الديسك الابيض والبني اللي هو النصين الباقيين من الديسك الكبير، وحطيت اللي هو اللي انا قصاه من الجوانب كده في الوسط، عادي خالص مفيش اي مشكلة. بسم الله. بسم الله. هبدأ احط الكريمة بتاعتي، بسم الله. وابدأ اوزع. تمام.
هنبدأ بقى نحط الديسك الأخراني. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، هضغط كده عشان ايه؟ عشان يتماسك معايا ويبقى متساوي، واسويه كده بإيدي. امسكها بقى، اغلفها كويس جدا من فوق ومن الاحرف بالكريمه بتاعتها. طبعا في حاجات موجوده دلوقتي عشان تساوي الكريمه، موجوده في كل مكان. خلاص انا سويت التورتايه بتاعتنا على قد ما اقدر، لان مش محترفه زي ما قلت لكم. انا بحاول اني اعمل الحاجات اللي بنشتريها من بره في البيت. تمام، هحطها دلوقتي على رف الثلاجه او في الفريزر ساعه. تمام، ونرجع مع بعض ان شاء الله هنكملها. هنبدا دلوقتي نعمل خطوط بالكريمه، خطوط بيضه، وبنفس الكريمه برضه احط معلقه كاكاو بحيث ان يبقى الكريمه بن شويه. وبنفس بنقدر برضه هنعمل معلقتين كمان كريمه غامقه شويه، يعني هيبقى خط كريمه فاتح وخط غامق وخط غامق كمان جدا. هنبدا دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل الخط الابيض. بسم الله بسم الله. ونعمل كمان خط ابيض. نبدأ نعمل دلوقتي الخط الفاتح شوية. بسم الله. تمام، معايا خلة بقى وهبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. رايح جاي كده، بسم الله كده. دلوقتي بقى نحط الشوكولاتة البني. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفوق منها الشوكولاتة البيضة. بسم الله. خلاص التورتيه بتاعتنا بسيطه جدا، خلصت خلاص معانا اهي، ما كلفتناش حاجه وطلعت جميله جدا وبسيطه ورقيقه. اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا النهارده عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوناش في لايك واشتراك في القناه عشان يوصلكم منا كل جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.